اسمي الحجة فتحية. والدة الشهيد؟ فتحية والدة أيمن مسيدة نصر السيد عبد الله. الشهيد. الشهيد أيمن مسيدة نصر السيد. آخر مرة كان كلام حضرتك أنت فيها حاجة؟ من شهر. كان بيكلم والده على طول. بيكلم والده على طول. كان قال لك إيه حاجة كلام؟ إزيك يا ست الكل؟ ما يقولش أنا ست الكل، عاملة إيه؟ إزاي صحتك؟ أنت عامل إيه يا حبيبي؟ يا ابني اتنقل تعالى بعيد عن الحتة اللي فيها، يقولوا ما هناك أحسن مننا ولا إيه؟ إحنا كلنا في مصر ياما ما تقولش كده. احنا كلنا نهرب ونسيبوا دي اللي مين، احنا حماية للبلد كله، لازم الناس تنام على حسنا. بقى مضحي بنفسي، مضحي بنفسه على الاخر يعني. اقول لحد ما تنزلش بالليل يا ابني، انا كنت رحت له قعدت عنده اسبوع في سينا هناك. في سينا ايوه قعدت اسبوع. تمام. وبنته قبل كده كانت عامله عمليه، ورحت له انا وابوه برضه، قعدنا شويه. مضحي بنفسه نبقى قاعدين بالليل. اقعد يا ابني ما فيش ميه، 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 اقعد يا ابني. ايوه يا لا اله الا الله. امين. قول لي يا ابني يا محمد، امين. نقول لا اله الا الله. شهيد حبيب الله.